هذا واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في مقر إقامة فضيلته بمملكة البحرين سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وخلال اللقاء اشاد فضيله الشيخ الازهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بما تتميز به مملكه البحرين عبر تاريخها العريق من تحضر ورقي يقوم على التعدديه واحتضان الجميع جميع الثقافات والتفاعل معها واستيعابها بما يحقق الاستقرار المجتمعي واكد فضيلته حرص واستعداد الازهر الشريف لتطوير التعاون مع مملكه البحرين في كل ما يتعلق بالمجالات التعليميه والثقافيه منوها الى اهميه دور التعليم في مواجهة أفكار التطرف والتشدد وتعزيز قيم المواطنة والتعايش من جانبه أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بمضامين كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ختام ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والتي قدمت رؤية عميقة لأهمية الحوار والتعايش بين الأديان والمجتمعات من أجل تطور البشرية أكد سعادته أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص علي تعزيز أسس وقيم التعددية والحرية الدينية وحقوق الإنسان وأن وزارة التربية والتعليم تعليم عملت على تطوير المناهج التعليميه بمختلف المراحل الدراسيه وفقا لهذه القيم اشار سعادته الى ان مدارس المملكه يتم فيها تدريس مناهج التربيه للمواطنه وحقوق الانسان في كافه مراحلها التعليميه مع التاكيد فيها على القواسم الانسانيه المشتركه والقيم الجامعه ومنها التسامح والتعايش واحترام الاخر